السحور سر من أسرار نجاح الصيام وأثره الصحي على الجسم. السحور هو اللي بيخليك تكون صحي خلال فترة شهر رمضان المبارك، بإني لو تسحرت أنا عم باخذ السعرات الحرارية اللي لازمتني حتى أمارس عملي اليومي أو نشاطي اليومي، خصوصاً إنه في هلأ مدارس بصورة صحية وما أعاني لا من التعب ولا من الإرهاق، ويكون نظامي وجهاز الهضمي بيشتغل بصورة صح. السحور غير انها سنة جميلة، يجب اني انا اتأكد اني لما باخذ السحور اخذه بطريقة صحية يحتوي على جميع العناصر الغذائية، لا ينقصه شيء، بس اتأكد انه الكربوهيدرات تكون طويلة الامد اللي فيها الحبوب الكاملة، البروتينات مثلا بيض لبنة وخضار وفواكه. ما انسى شيء من العناصر الغذائية المهمة لسحوري، لانه هو اللي بخليني اقدر اصوم صيام صحي ويكون جسمي رشيق. رمضان مبارك.